المكالمة دي غيرت حياة الفنان محمد رمضان 180 درجة وخلته ينهار من البكاء منذ أكتر من 15 سنة. كان في لقاء تلفزيوني واتفاجئ باتصال هاتفي من الأستاذ عمر الشريف، والمذيعة طلبت منه رأيه في الفنان محمد رمضان. رد عليها وقال لها إنه موهبة غريبة خالص، موهبة عالية جدا جدا، وفي المستقبل هيكون أحسن مني بكتير وهيكون أحسن ممثل في مصر. المذيعة قالت له محمد عنيرة رغط وبيعيط من كلامك والله يا أستاذ عمر. رد عليها وقال لها انا والله بقول الحقيقه، يعني انا ايه مصلحتي في اني امجده؟ انا اعرفه من فتره صغيره واتعشيت معاه مرتين ثلاثه، بس ده ملوش دخل بكلامي عن موهبته، لان انا انبسطت جدا بالتمثيل معاه وقصاده. ردت عليه المذيعه وقالت له ده درس والله لمحمد علشان يكون متواضع زي حضرتك. رد عليها وقال لها لا يا حبيبتي، انا والله بقول الحقيقه، الاوقات بتبان تواضع بس هي حقيقه مش تواضع. بصي انا مثلت معاه مشاهدين ثلاثه اتجننت والله العظيم، لاني قابلت واحد صحيح هو مش نجم دلوقتي بس في المستقبل هيكون احسن واهم ممثل في مصر ان شاء الله، وبفتكر كلامي ده. ردت عليه المذيعه وقالت له محمد مش قادر يمسك نفسه من العياط يا استاذ عمر، وبصراحه عنده حق بعد كلامك ده، عيط يا محمد. وفعلا استاذ عمر الشريف كان معاه حق في كل كلمه قالها، زي ما انتم شايفين دلوقتي محمد رمضان كان فين وبقى فين، سبحان مغير الاحوال. كده دي تكون نهايه فيديو النهارده، لسه بتتفرج لحد هنا اشترك في القناه، فعل زر الجرس واعمل لايك للفيديو. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.